إن شاء الله باكر هيبقى آخر يوم زي ما حضراتكم عارفين في الصيام، وهيباركنا نيافة الأنبا يوحنا العشية بالليل. نيافة الأنبا يوحنا أسقف شمال جيزة بيباركنا، وأول مرة يدينا البركة، فياريت كلنا نكون حاضرين وحاضرين من بدري. والقداس إن شاء الله يوم السبت الصبح من 8:30 ل 11، وبالليل العشية كمان يوم السبت من 7 مساء. وبكرة زي ما حضراتكم عارفين في قداس من 8:30 ل 11. كل سنة وانتم طيبين. مضى الصيام، عدى بسرعة، وبركة بتبقى أيام مقدسة وأيام مبروكة، بتبقى فيها نهضة، والأولاد بيحفظوا كورالات، والخدام بيعملوا أنشطة كتيرة للولاد، وكلنا بنبقى حاضرين الكنيسة. ولو عملنا قداسات في وسط الأسبوع ما نلاقيش الناس، ساعة النهضة بنلاقي الناس بتيجي، وكل ده بركة. زي ما أنا قلت لحضراتكم إن أنا واخد يعني الكلام اللي بتكلم فيه عن تطويب العذراء، التطويبات اللي اتقالت للعذراء. أول يوم اتكلمت طوبى للكاملين طريقا، دي أول مرة اتكلمت فيها، وقلنا إيه كلمة طوبى؟ بركة وسعادة. وقلنا ان البركة فيها سعادة، والسعادة موجودة في البركة. وكلمة طوبة احنا بترجموها blessed بالانجليش، يعني يا بركة الانسان فلان، او مبارك الانسان اللي بيعمل كذا، ولكن دي ترجمة مش دقيقة. الادق هي بركة وسعادة مع بعض. وقلنا ان طريق الكمال العذراء ام النور، لانها والدة الله، حملت فضائل كتيرة جدا و كانت كاملة. طبعا الكمال زي ما قلنا كمال نسبي للبشر، وكمال مطلق هو لله. وقلنا ايه العوائق اللي بتخلي الانسان لا يعني لا يسير في طريق الكمال، وقلنا ازاي نتغلب على العوائق. المرة اللي فاتت اللي هو مبارح تكلمنا عن طوبة التي امنت ان يتم ما قيل لها من قبل الرب. وقلنا ان العذراء كان ايمانها قوي، وتميز بثلاث حاجات زي ما قلنا: بلا جدال، بلا شك، وإيمان قوي، إيمان العذراء. وقلنا إيه الحاجات اللي بتعوق تضعف الإيمان، وإيه الحاجات الصوت واضح، إيه الحاجات اللي بتضعف الإيمان، وإيه الحاجات اللي بتقوي الإيمان، وتكلمنا عنها كتير. يعني النهاردة حب أتكلم برضو، السيد المسيح كان بيكلم الجموع، وبعدين وهو بيتكلم وفيما هو يتكلم بهذا كان هو بيتكلم، واحدة من الحاضرين راحت قال بصوت عالي كده، ورفعت صوتها من الجمع وقالت له: طوبى للبطن الذي حملك والثديين اللذين رضعتهما. طوبى للبطن الذي حملك والثديين الذي رضعتهما. بأنها تسمع كلام السيد المسيح وله قوة عجيبة، فمن كتر انبهارها بكل ده قالت له: طوبى للبطن الذي حملك وللثديان الذي رضعتهما. فرد السيد المسيح أما هو فقال: بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. طوبى للذين يحفظون كلام الله، يسمعون كلام الله ويحفظونه، مش بس يسمعوه ولكن يحفظونه. عشان كده حب نتكلم عن الآية ديت، لأن زمان في العهد القديم يقول كده في سفر الأمثال إصحاح 29 عدد 18: بلا رؤية يجمع الشعب. يعني ما كانش فيه رؤية، ما فيش بصيرة روحية، الشعب يجمع، عارفين الحصان الجامح يعني ما تقدرش تفرمله، يجمع الشعب. أما حافظ الشريعة فطوباه، أما حافظ الشريعة فطوباه، بركته وسعادته الإنسان اللي بيحفظ الشريعة. عشان كده المزمور اللي اخترته أول يوم: طوبى للكاملين طريقا، السالكين، جزء بتاعه النهاردة، السالكين في شريعة الرب. العذراء أم النور لما دخلت الهيكل كان عندها كم سنة؟ حد يعرف كم سنة وهي دخلت الهيكل؟ 3 سنين. هي صغيرة، نادروها أبوها وأمها تعيش في إنها نادر ربنا، هي بكل طاعة أطاعت وراحت الهيكل وعاشت جوه الهيكل.
زي ما عندنا طفل كان زيها مين؟ صمويل النبي. ايه اللي كانوا بيعملوا في الهيكل؟ عندهم الشريعة العهد القديم، فكانوا بيحفظوا ويعرفوا الكتاب العهد القديم يعني في حياتها. وهي عمرها 3 سنين لما دخلت الهيكل وهي بتتعامل مع أصفار العهد القديم، وكانت بتتعرف عليها وبتحفظ ما فيها وبتعمل بها. ولما كبرت العذراء وتجوزت وخلفت السيد المسيح بلا زرع بشر، قال عنها الكتاب: أما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها. أما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها. عشان كده ربنا قال: طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. مش قصد ربنا ان يقول العذراء ما لهاش طوبة، لكن بيقول العذراء ليها التطويب الكامل. ليه؟ لانها بتحفظ ايضا كلام الله، تسمع كلام الله وتحفظه في قلبها، زي ما تقال عنها: اما مريم فكانت تحفظ جميع الكلام وتفكر به في قلبها. عشان كده الوصية دي مهمة جدا كانت في حياة العذراء، ولازم الوصية دي تكون مهمة في حياتنا. الوصية هي إعلان عن محبة الله وتواضعه، بتبين لنا قد إيه ربنا محب لينا. فمن حب ربنا عايز يخلي ولاده يدخلوا الملكوت، عايز يخلي ولاده يكونوا في كل خير، يريد أن الجميع يخلصون ولا معرفة الحق يقبلون. فعشان كده إداهم الوصية، والوصية من حبه فيهم مش بالأمر، ولكن أوصى وصية لينا عشان مع أنه صاحب الأمر. فأول حاجة الوصية تبين لنا محبة الله وتواضعه. تاني حاجة الوصية بتبين لنا حرية الإنسان، الإنسان حر. فربنا بيقول لنا اللي هيمشي كده ليه الأكاليل، واللي هيمشي كده ليه النار المعدة لإبليس وجنوده. فمرة بالترغيب ومرة بالتخويف والتحذير للإنسان. والوصية إيجابية مفيدة لينا، اللي ما بيعملهاش أو اللي ما بيسمعهاش وما بيحفظهاش هو اللي بيخسر. فعشان كده بيقول: وجدت كلامك الشهد، وجدت كلامك الشهد فأكلته. فالإنسان طبعا الوصية في العهد القديم ربنا أداها في سفر في أسفار كل الكتاب المقدس، ولكن أخذ 5 حاجات مهمين جدا. بيقول: نمرة 1، ضعها على قلبك. 2، قصها على أولادك. نمرة 1 إيه؟ ضعها على قلبك. 2، قصها على أولادك، القلب والفم، واخدين بالنا؟ نمرة 3، الإيد، اربطها علامة على إيدك. والعين، ولتكن عصائب بين عينيك وانت خارج وانت داخل، علاها على الباب. سهلين. نمرة 1، حطها على قلبك. 2، قصها على أولادك، الفم. نمرة 3، اربطها على إيدك. نمرة 4، بين عينيك، عصائب بين عينيك. نمرة 5، على قوام أبوابك لما تدخل لما تخرج. فنمرة 1، ضعها على القلب. شمعنا يعني؟ شمعنا القلب؟ يعني ممكن واحد يعمل ايه بحرفية؟ ياخد الكتاب المقدس ويحطه في جيبه الشمال عشان يبقى على قلبه، لكن المقصود بيه اعمق من كده. هم صحيح اليهود عملوا الامور بحرفية، كتبوا الوصية الوصايا ديت التوراة في رقائق كده وحطوها في علب صغيرة، سواء مدورة يعني دخلوها فيها ويقفلوها ويحطوها ما بين عينيهم هنا ويربطوها على ايديهم وعلقوها على الأبواب بتاعتهم، عملوها بحرفية، وده كويس مش غلط، بس هناك أعمق من كده. القلب في الجسم بيعمل إيه؟ بياخد الدم اللي فيه كل حاجة موجودة حتى الدم الفاسد، ويعمل إيه؟ ينقيه ويوزعه على كل جسم. عشان كده هناك القلب الروحي، وصية ربنا ديت حطها على قلبك
عشان تنقي كل شيء وتطلعه مقدس وطاهر من داخل. عشان كده ربنا عايز المشاعر وكل الأفكارنا الداخلية، والقلب يقصد به أيضا العقل، عقل الإنسان لازم يكون مع ربنا. يبقى نمرة واحد ضعها على قلبك، تكون الوصية نقية هي اللي بتنقي كل شيء فينا. يعني زي ما قال السيد المسيح: أنتم أنقياء بإيه؟ بسبب الكلام الذي كلمتكم به. فتدينا نقاوة، كل ما الواحد يقرأ كل ما يتنقى أكتر وأكتر. في قصة قريتها جميلة، والواحد قال يا هنصور الناس، فكل الناس اترصت عشان تتصور. فقال لهم بس خلي بالكوا الكاميرا دي غريبة جدا، بتصور حالة القلب جوه، بتشوف الخطايا والشرور والصالحات اللي موجودة. فكانت النتيجة ايه؟ كل الناس قعدت تقول له لا وقف ومشيوا. فتخيلوا كده، وصية ربنا هي بتعمل كده. لما تنزل وصية ربنا في قلب الإنسان تقول إيه الشرور وإيه الصالحات، توضح لنا. دي نمرة واحد حطها على قلبك، خليها جوه قلبك. وصية ربنا هي اللي بتنقي الداخل، كل ما أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. اتنين، قصها على أولادك. طبعا قصها على أولادك ده التقليد اللي استلمناه من جيل لجيل لجيل لغاية عصرنا الحالي. الشعب زمان في العهد القديم ما كانش فيه كتب، ولكن يقول مثلا لآدم سلم ولاده ان في ذبيحة حيوانية. جابها منين؟ لما السيد المسيح او الله حصل ايه؟ ان هو ذبح خروف وألبسه أقمصة من جلد، فاستلم. طلع الأولاد يستلموا من جيل لجيل لجيل لغاية عصرنا الحالي في تسليم. ولما بدأت الهرطقات تظهر اتكتبت حاجات، بس مش كل حاجة اتكتبت، فهناك التقليد. عشان كده بيقول اثبتوا إذن أيها الإخوة وتمسكوا بالتقاليد التي تسلمتموها، سواء كان بالكلام أم برسالتنا. فتقليدات. وعشان كده بيقول نوصيكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تتجنبوا كل أخ يسلك بلا ترتيب، ما عندوش تقاليد وترتيبات، وليس حسب التقليد الذي أخذه منا أو التعليم الذي أخذه منا. عشان كده مهم جدا دور الأب والأم إن هم يسلموا أولادهم. لما يطلعوا الولاد مش مستلمين من أبوهم وأمهم، يبقى ده أنا أخطيت، يبقى الأب والأم فشلوا في تربية أولادهم. عشان كده بيقول لنا رب الولد في طريقه فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. بيوصي كل أب وكل أم رب الولد في طريقه فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. وعشان كده كل قديس لما تقروا السنكسار يقول إيه؟ ولد من أبوين تقيين علماه وأدباه بالأداب المسيحية. يبقى ده زي ما بيوصينا في المعمودية: تعلموا طرق الله المرضية وتلاوة الكتب المقدسة. فكل أب وكل أم لازم يكون دورهم إن هم يحكوا قصص للولاد، يسلموهم يا ابني ده كذا، زي ما كانوا بيعملوا زمان خروف الفصح، يقعد كده وبعدين الكبير أكبر واحد وأصغر واحد ويقول له إيه اللي بتعمله ده؟ يقول له أصل إحنا كنا في مستعبدين في أرض مصر، وبعدين ربنا خرجنا بزراعة عرفيعة، وهكذا. عشان كده دور كل أب وكل أم إن هم يقصوا على أولادهم، وعشان يقصوا على أولادهم لازم يكونوا عارفين وصية ربنا وعارفين الكتاب المقدس. يبقى نمرة واحد ضعها على قلبك، دية القلب، الكلام قصها على أولادك دايما. ثلاثة، اربطها علامة على يدك. زمان كانوا بيعملوا طريقة بسيطة عشان يفكروا الناس، أي واحد يقول له اربط صباعك اللي أنت عايز تفتكره. فاكرين الحكاية دي؟ زمان كانوا يعملوا كده، فهو طريقة بسيطة لتذكير الناس. تذكروا بإيه بقى؟ خلي بالك وصية ربنا بتقول لك امتنع عن الشر. خلي بالك
كل عمل تعمله بوصية ربنا عشان تبقى ممسوك بإيد الله. فعشان كده بعلامة على اربطها علامة على إيدك، العمل اللي تعمله حسب وصية ربنا. وبعدين حطها عصائب بين عينيك، بين عينيك الاثنين. ليه؟ عشان وصية ربنا يقول سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. فوصية ربنا تنور للطريق، يبقى في شر تخليني أتجنب الشر، في ظلمة تخليني أتجنب الظلمة. وبعدين تديني استنارة روحية عشان تخليني أعمل الخير. عشان كده بيقول عصائب بين عينيك. يبقى نمرة واحد ضعها على قلبك، نمرة اتنين قصها على أولادك، تلاتة عصائب بين عينيك، مش كده؟ فين ايه نسينا ايه؟ واربطها على ايدك. ادي الناس اللي صحية، خليكوا صحيين. يبقى نمرة واحد ايه؟ ضعها على قلبك، اتنين قصها على أولادك، تلاتة عصائب على ايديك، اربعة ضعها بين عينيك، خمسة اكتبها على قوائم ابواب بيتك وعلى ابوابك. يعني خارج داخل، خلي وصية ربنا معاك هي اللي تبقى في المدخل لكل موضوع هتقوم بيه. خلي وصية ربنا، تصلي كده وتقول له يا ربي انا وصيتك هتأمرني ان انا اعمل كده ولا احيد عن ده ولا امشي في ده. تخرج من اي موضوع يبقى وصية ربنا هو اللي قاله. عشان كده مهم جدا ان احنا نعرف وصية ربنا. وعشان نعرف وصية ربنا لازم نمرة واحد ان يكون عندنا رغبة ان نعرف وصية ربنا. لان اللي ما عندوش رغبة مهما تتكلم مش هيعمل. فاحنا عايزين ولا مش عايزين؟ لو احنا فعلا عندنا رغبة ان نعرف وصية ربنا يبقى هنبذل كل جهد عشان نقرأ الكتاب المقدس ونعرف الوصية. فكل واحد النهاردة يسأل نفسه، هل عندي رغبة ان انا اعرف وصية ربنا ولا لا؟ فاذا هناك الرغبة الجادة. واللي عنده رغبة جادة يقول كده سفر الامثال بيقول كده الرخاوة لا تمسك صيدا. يعني يعني الكسل والتواني وكل ده مش هتستفيد، مش بيحصل اي حاجة. عشان كده مهم جدا بيقول يا ابني ان قبلت كلامي وخبأت وصاياي عندك، ان طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنوز، فحينئذ تفهم مخافة الرب وتجد معرفة الله. عشان كده مهم جدا ان كل واحد مننا يكون عنده الرغبة دي، وان هو يقرأ الكتاب المقدس ويعرف وصية ربنا. وعشان يعرف وصية ربنا كمان لازم يصلي. ما هو مفيش مخدوع من يظن ان له بابا اخر غير الصلاة ينال منه البركات. لو احنا بنفتكر ان كده اي حاجة وخلاص، لا. مخدوع من يظن ان له بابا اخر غير الصلاة ينال منه البركات. فعشان كده صلوا، قل له يا رب اكشف عن عيني فارى عجائب من شريعتك. في حاجات بتبقى بتعدى علينا واحنا مش فاهمينها. عشان كده لما الواحد بيصلي ربنا بيفتح البصيرة. فصلي، اطلب من ربنا وصلوا. كمان لما تدرس وصية ربنا وتقرأ الكتاب المقدس مش للمعلومات، لان ممكن واحد يقرأ انا اقرأ الحتة دي عشان ارد على مش عارف ايه واقول ايه، او انا اقرا الموضوع ده عشان محدش يقول عليا جاهل، انا افهم كده مش عشان ايه. كل ده كويس لكن مش هو ده المطلوب. تدرس الوصيه، تدرس الكتاب للمنفعه الشخصيه. ادرس وصيه ربنا لمنفعتك الشخصيه ومنفعتك الشخصيه. والا كل اللي درسناه العلم ينفخ. العلم يعمل ايه؟ العلم العالمي هينفخ الإنسان، والعلم الروحي إن ما كانش الإنسان متواضع هيضيع.
عشان كده مهم جدا تدرس للمنفعه الشخصيه، مش عشان ابقى عندي شويه معلومات وانا صاحب معلومات مكتبه متنقله. كل ده ولا هيساوي، والعلم يبطل، كل شيء هيبطل. كمان اللي عايز يدرس الكتاب المقدس مش قرايه جرايد، نقرا العناوين، انا اقرا مش عارف ايه وخلاص اخد المفهوم العام وخلاص. لا، اللي عايز يدرس، في ناس تعمل ايه؟ يقول لك انا اقرا الكتاب المقدس في السنه. كويس جدا، ايه اللي طلعته بقى من قرايه في السنه دي؟ كويس جدا ان احنا قرينا الكتاب المقدس في السنه، 10 ولا 4 اصحاحات من العهد القديم، مش عارف اصحاح من العهد الجديد، واقرا اقرا اقرا اقرا، وفي الاخر ما طلعناش بحاجه، شويه معلومات، يعني عرفنا الاسماء الاصفار الكلام ده، لكن القراءه هي اللي بالفهم. نص اصحاح بفهم ابرك من 10 اصحاحات بدون فهم. عشان كده اقروا بفهم، نقرا ونشوف التفسير للكلام اللي بنقراه، مش مجرد قرايه جرايد. عندي نوتة، انا النهارده قريت 5 اصحاحات، انا النهارده قريت اصحاح، وصح صح صح وخلاص، ونخرج ولا اي حاجه. من القرايات بقى اللي نقراها، في 4 حاجات عايزكم تتمسكوا بيهم. كل قرايه اللي انت تقراها، نمره 1، دور على وعد ربنا اداه وتمسك بالوعد ده. زي ما قال مثلا، ان ناسيت الام رضيحه انا لا انساكم. تمسك بالوعد ده، لان وعد صادق، عمر ربنا ما يتخلى على الانسان، وعمر ربنا ما يرجع في وعوده، اللي قاله ما فيهوش رجوع، لانه خير. لكن يرجع امتى؟ لما الانسان يتوب ويرجع لربنا، لما يقول اهلاك، زي ما شفنا في نينوى حصل ايه لما تابوا ورجعوا، رجع عن قراره دهوت. صحيح ربنا مش زي البشر يرجع ويتوب لا، هو بيدينا بمفهوم ان ربنا حنون، لكنه ربنا عارف ايه اللي هيحصل، وعلشان كده بيفهمنا كده. يبقى نمرة 1، وعد تتمسك بيه. نمرة 2، وصية عشان ننفذها. ربنا وصانا ايه في الجزء ده عشان ننفذه؟ لازم، والا ايه الفايدة القرايات دي؟ زي ما العذراء كانت بتاخد وصية ربنا متفكرة به وتخزنها في جواها وبتفكر فيها عشان تنفذها. لان مش السامعين ولكن العاملين، طوبى لمن يسمع ويعمل، مش المتكلمين ولا الوعاظ ولكن العاملين، طوبى لمن يعمل، ده المهم. فنمرة 1، وعد نتمسك بيه. 2، وصية نقوم بتنفيذها. 3 حاجة، خطية ربنا بيحذرنا ان احنا نتجنبها. في بعض خطايا احنا مش دريانين بيها، نفتكرها حاجة عادية، زي ما قال، في طريق تبدو للإنسان مستقيمة ولكن عقبتها طرق الموت. فعشان كده تدقق، شوف ربنا لما يقول كل كلمة بطالة سوف تعطون عنها حسابا، يبقى إذن الكلام البطال ده خطية، هنقدم عنه حساب قدام ربنا. يبقى الواحد يخلي باله من الكلام اللي بيقوله. فكلمة البطالة اللي ما تبنيش، امال بالنا بقى بالكلام الشرير والكلام اللي مش كويس وكل ده، كل كلمة قبيحة من لا تخرج من أفواهكم. فيبقى ندور على خطية عشان نتجنبها. يبقى نمرة 1 ايه؟ وعد نتمسك بيه. 2، وصية نقوم بتنفيذها. 3، خطية نتجنبها. 4 حاجة، صلاة. كل اللي بنقراه ده ممكن يتحول لصلاة. يعني لما تقرا مثلا على الناس اللي وقع عليهم البرج في الكتاب، او الناس اللي خلط بيلاطس دمهم بالذبايح،
لما تقرأ كده تصلي تقول يا رب أرجوك يا رب اتدخل وتوبني وما أكونش زي اللي حصل مع دول لأن أنا مش أحسن منهم وهكذا. تقوم تصلي زي ما يا رب رحمت الإنسان العشار ارحمني أنا، فتبقى تستخدمها للصلاة. دول الأربع حاجات اللي عايزين نتعلمهم. نمرة واحد وعد نتمسك بيه، اتنين وصية نقوم بتنفيذها، أربعة خطية نتجنبها، رابع حاجة صلاة نقوم بترددها. ربنا يعطينا أن نكون سامعين وعاملين. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد، آمين. فضلوا نصلي واجعلنا مستحقين نقول بشكر. أبانا الذي في السماء، محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة عطية روح قدس تكون معكم. سلام سلام، ربي يكون معكم. إن شاء الله بكرة القداس من 8:30 ل 11 بالليل العشية، سيدنا الأنبا يوحنا السبت قداس سيدنا الأنبا يوحنا بالليل العشية، أيضا يوم السبت بالليل. ياريت نكون جايين وجايين من بدري، ياريت بلاش نتأخر. ربنا يكون معكم، كل سنة وانتم طيبين.